الحقيقة الموضوع بتاع الساعة هو موضوع اكتشاف او اعتراف السعودية بموت، وخلي بالكم من موت مش مقتل، بموت جمال خاشقجي. بعد اسابيع من العناد والكبر السعودية طلعت الرواية اللي تم اخراجها في البيت الابيض. لكن الحقيقة سيبك من الرواية، خلينا نوصل للأهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. دي الآية ودي سورة جمال خاشقجي، ودي التويتة اللي كتبتها خطيبته السيدة أو الأستاذة خديجة جنكيز. كتبت التويتة وحطت عليها ده، وكتبت كلام كتير قوي. كتبت انها بتسأل ربنا انه يقبله مع الشهداء زي الشهيد حمزة، وودعته خلاص، ودعته بلفظ قالت له قبلها يعني الى الجنة يا حبيبي يا جمال، وانه يعني بتسأل الله انه يقبله شهيد بعد اعتراف السعودية باختفاء بموت مش قتل، بموت جمال خاشقجي. التسلسل للقصة دي وراه حاجات كتير وهنجيبه بعدين، تسلسل القصه كلها في سنه في الاونطه. لكن دلوقتي احنا هنقف على مجموعه رسائل او مجموعه دروس لازم الناس تاخدها من ورا قصه جمال خاشقجي اللي نحسبه شهيد جمال خاشقجي. بصرف النظر عن تسلسل الاحداث، لكن كان في خلابيص انكرت، كان في انظمه انكرت، وفي الاخر السعوديه باعت كل ده واعترفت بالموت. الدروس بقى اللي ممكن نستخلصها من ده، وهي الحقيقه الرساله دي موجهه لكل خلبوص ماشي ورا الانظمه الفاسده. انت اخرك مناديل ورق، قصتك بتخلص. الدروس دي منها انه ازاي امتنا او كيف وصلت امتنا الى مرحله انها توقف مصيرها على تعليق من عضو بالكونجرس الامريكي، رغم انه مجرد عضو منتخب على قضايا محلية تخص ناخبي فقط. يعني ببساطة شديدة الدرس الأول ده أنه لولا أن العضو أو أعضاء الكونجرس الأمريكي أو عضو في الكونجرس الأمريكي زي ليندسي جرام ده هو اللي متزعم الوقوف مع قضية جمال خاشقجي، لولا هذا العضو في الكونجرس في أمريكا المنتخب من ناخبين أمريكان، هذا الرجل تعاطف مع قضية جمال خاشقجي ووقف موقف بطولي فيها حتى الآن. لولا هذا العضو كانت القضية خلصت، لأن السعودية لا كانت هتخاف من تركيا ولا هتخاف من مصر ولا بتخاف من ربنا. السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز زي ما رباه عبد العزيز بالظبط على السطو والنهب، هذا الملك ما خافش من ربنا وخاف من حتة عضو لو جات له الانفلونزا ترقده. العضو ده مش عضو واحد يعني، بس هو عضو ليندسي جراهام ده، الراجل ده خوف سلمان بن عبد العزيز فخلاه يعترف بأن جمال خاشقجي قتل أو مات. إزاي أمتنا وصلت للمرحلة دي إنها تخاف من عضو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين وموحد القطرين، خايف من عضو الناخبين في أمريكا ممكن يشيلوه؟ إزاي أمتنا وصلت لدي؟ ده الدرس الأول عشان تشوفوا انحدار الأمة العربية بعد تفككها في 1917، بعد ما كانت أمة عربية واحدة من المحيط الخليج بقت دول، هذه الدول كلها بتخاف من عضو كونجرس. الدرس الثاني بقى شعوبنا، هل وعت أهمية الإعلام الحر ومعنى السلطة الرابعة؟ هل لو غاب الإعلام عن قضية خاشقجي كنا هنرى اعتراف سعودي حتى لو كان منقوص؟ الشعوب اللي هو حضرتك عرفت دلوقتي يعني إيه إعلام؟ قضية جمال خاشقجي لولا الإعلام الدولي، الجزيرة لعبت دور، احنا لعبنا دور، كتر خيرنا كتر خيرهم، متشكرين على اي حال، صوتنا في النهاية هو صوت ممكن ما كانش يوصل، لكن والإعلام التركي طبعا، لكن الإعلام التركي والإعلام الدولي هو اللي قاد الحملة دي. هل وعي الشعوب أو وعت الشعوب العربية دلوقتي أهمية الإعلام ده؟ إنه مواطن عادي اسمه جمال خاشقجي اختفى، وقفت الصحف كلها معاه، قضيته ظهرت. عرفتوا الإعلام مهم إزاي يبقى موجود؟
لان حضرتك حتى لو ماشي جنب الحيط ممكن يكون مصيرك اسوأ، ولا اعتقد ان في مصير اسوأ من مصير جمال خاشقجي، لكن ممكن يكون مصيرك زي جمال خاشقجي، والاعلام ما يقفش جنبك لانه ما فيش اعلام عندك في مصر، وبالتالي ما حدش هيرفع صوتك حتى لو كنت امن، حتى لو كنت مع النظام ده. ممكن لو الاعلام مش موجود زي ما مش موجود في مصر ولا حد كان هيسمع بيك.